اخويا الدار هذه مش عايش فيها العافيه، هو انا ساكن فيها انا والوليد ديالو ديالي ديالو بقى ساكن، بقيت انا ساكن بوحدي، وهاد الدار الوليد ديالي تيحط فيها السلعه ديالو، ديال مثلا بحال المخزن تيحط فيها السلعه ديالو، الوليد ديالي تيدير واحد المنتوج اللي هو وطني ديال الصناعه التقليديه، وشي حط هنا سلعته، هاي دابا سلعته كلها مشات، وخلي انا داكشي اللي مشى لي انا بالنسبه للاتات ديالي والحوايج وداكشي، داكشي كاع مالنا كلشي مشى، كل اي حاجه كلشي مشى، حنا دابا راه بقينا مسردين في الزنقه. كاين لا والو لا كاين اللي كتمشي عند تيقول لك ما كاين لا تعويض لا والو. هذا من انا واحد من السكينه ديال هنا ديال ديال هذا الحي هذا، ومع هاد الحريقات جات تتزامن مع المباراه ديال كره القدم ديال الفريق الوطني، ويوم الناس يعيطوا على رجال المطافي ما كاين والو. لولا انا عبد المذنب انا مشيت حتى ل 11 جونفي في شارع باريس عند المطافي باش الجمعه، والحمد لله المهم من لينا شي داز على خير وبخير، هذا هو اللي كاين، ما كاين حتى شي ضحيه، ما كاين حتى شي حاجه الحمد لله. موسى سراج الدين عضو بمجلس مقاطعه سيدي بليوط، اليوم كنتواجدوا على مستوى الملاح، يعني هذا اليوم يمكن اعتباره انذار، نحن امام منزل اي للسقوط. باش نفرقوا، اليوم كنتواجدوا داخل السور، داخل السور يتبع لبرنامج اعاده هيكله المدينه القديمه، اللي هو برنامج كانت فيه 8 زيارات ملكيه، فيه ما يناهز 33 مليار في الشطر الاول. اليوم هذا المنزل هذا اللي قايل السقوط ودير فيه دايرين عليه هذا الباليزاد هذا، كان كيتخصو يتحيد. هذا حنا ما غنهضروش على الحريق، يعني اسباب الحريق وهذا تبقى مجهوله لانه كاين الشرطه العلميه، ولكن اننا نخليو هذا المنزل في هذه الوضعيه والصعوبه ديال الولوج ديال رجال المطافي وهذا، اليوم كنقولوا للوكاله الحضريه المدينة الدار البيضاء، اليوم هذا انذار، هذا انذار اول بهذا الحريق هذا اللي ادى الى انهيار الجزئيه داخل هذا المنزل. كان يمكن انه هذا المنزل هذا كان تيتخصو من بعد الافراغ ديالو كيتخصو يتهدم، بقى فيه بعض السكينه اللي عندهم بعض المشاكل بالنسبه للتمويل، كيتخصنا الترحيل ديالهم، الترحيل ديالهم كاين برنامج اللي كنكريو ليهم، وهذا الشيء كديروا الوكاله الحضريه. اليوم نسائل الوكاله الحضريه والسلطات المحليه علاش بقى هذا المنزل حتى وقعت هذه الكارثه هذه، ونتمنى انه نعتبره انذار باش يمكن لنا نحلوا الاشكال ديال الدور الايل للسقوط في البرنامج ديال اعاده هيكله المدينه القديمه، التابع او الامر الصرف فيه هي الوكاله الحضريه لمدينه الدار البيضاء.